معنا الآن عبر الهاتف الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذة الأغذية العلاجية وعميد المعهد القومي للتغذية. بعد التحية دكتور جيهان، أهمية وجود مدينة صناعية غذائية بهذا الحجم والتي تعد أكبر مدينة غذائية في العالم العربي من وجهة نظرك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا ده حاجة كويسة جدا إن يبقى يكون عندنا حاجة على هذا المستوى. هتكلم في الحتة اللي تخصني الوجبات المدرسية والتغذية المدرسية. نعم. يعني المرحلة الأولى اللي اتفتحت السنة اللي فاتت كانت فيها المصنع اللي بيعمل الوجبات التغذية المدرسية. كون إن يبقى فيه في مكان واحد مكان بيعمل التغذية المدرسية وفي نفس الوقت بيتغلف وبيوصل للطالب بطريقة يعني سلامة الغذاء فيها كاملة جدا وشكلها حلو وجاذب للطفل وفي كل المكونات الغذائيه اللي هي احتياجاته 30% من احتياجاته زي القانون بتاع التغذيه المدرسيه، دي حاجه كويسه جدا. وطبعا يعني سايلو بالمرحله الثانيه ان هي كمان هتخش السوق فيما يخص المنتجات الغذائيه باسعار معقوله وحصولها على موسوعه جينيس، يعني ان هي لعدد الوجبات عملت 600 مليون وجبه السنه اللي فاتت للاطفال التغذيه المدرسيه، حاجات كلها انجازات عظيمه يعني. نعم. دكتور جيهان، هناك مصانع كثيره في مدينه سايلو فودز تهتم بصناعات مختلفه مثل الحلاوه والطحينه وايضا مصانع البسكويت. كيف يمكن لهذه المواد الغذائيه ان تفيد في صحه الانسان وفي صحه في التغذيه الصحيه له وتحديدا بالنسبه للتغذيه الصحيه للاطفال في المدارس؟ بالنسبه للتغذيه المدرسيه ده مشروع موجود في مصر من سنه 51. طبعا حصل تغيرات كثيره، حصل تقدم كبير جدا، بالاضافه عدد الطلاب. طبعا احنا دلوقتي عندنا السنه دي 13 مليون و6 من 10 مليون طالب، فطبعا عشان توزعي بنفس الجوده في كل الاماكن في نفس الوقت وفي السليم الجوده بتاعته عاليه جدا، ده تحدي كبير جدا. وجود سايلو طبعا كان ليه يعني فايده كبيره جدا في القصه دي، لانهم غير ان هم عندهم على اعلى مستوى لا حاجات يعني خطوط انتاج لا تمسها اليد تحت كواليتي كنترول عاليه جدا، عندهم سلسله التوصيل والمتابعه والمخازن كمان، فبصراحه ده انجاز كبير جدا بيضمن عدم تجدد اي مشاكل تؤثر على الصحه العامه للتلاميذ والطلاب في جميع اماكن الجمهوريه. دكتور جيهان، حضرتك كنت موجوده النهارده في افتتاح المرحله الثانيه من مدينه سايلو فودز. ايوه يا فندم كنت موجود. يعني حضرتك لازم يعني لابد ان تصفي لنا اليوم ما شاهدتيه من تطور ومن جديد في هذه المدينه. هو انا مش اول مره اشوف سايلو، لان طبعا احنا منظومه التغذيه المدرسيه المعهد القومي للتغذيه التابع لوزاره الصحه اساسي فيها، فانا دايما باجي يعني كل فترات يعني بشوف ببقى شايفه المكان قبل كده، فيعني بتفاصيل كثيره، واحنا كمان بنعمل نوع من المتابعه للتشغيلات علشان الحاجات التغذيه المدرسيه. وطبعا هو اي حد هيجي لازم ينبهر المساحه، المكان، القدره الاستيعابيه، حاجات جديده بفكر جديد حتى فيما يخص التغيرات المناخيه. عندهم مصنع جديد اللي فتح النهارده اللي هو بيحول كل الابخره اللي طالعه من المصانع والتغليف الى حاجات غير ضاره، فيعني هي حاجه على مستوى عالي سواء في مصر او الشرق الاوسط، بصراحه مثل يقتدى به كموديل لزي ازاي تكون مكان لصناعه الاغذيه. هيوفر طبعا فيما يخص بقى غير التغذيه المدرسيه الخط الجديد السنه دي مكرونه والحاجات المصنعات اللي هتبقى موجوده في منافذ الخدمه وزاره التموين باسعار هتقل عن الاسعار الموجوده، فكل الاتاحه مهمه جدا عشان غلاء الاسعار اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. لكن ما هو الجديد الذي شاهدتيه اليوم في المرحله الثانيه عن المرحله الاولى التي شاهدتيها من قبل؟ المرحله الثانيه طبعا بتكمل المرحله الاولى، ان هي دلوقتي التغليف تطور جامد جدا في شكل التغليف. كمان انا عجبني جدا المصنع اللي هو المذيبات اللي هو بيجمع الابخره وبيجمع كل نواتج التصنيع، لان طبعا حكايه التغيرات المناخيه والكلايمت تشينج ده حاجه مهمه جدا خصوصا بعد المؤتمر العالمي اللي اتعقد في شرم الشيخ. نعم. وكان كل الكلام فيه على ازاي نحافظ على البيئه بتاعتنا. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتوره جيهان فؤاد، استاذه الاغذيه العلاجيه وعميد المعهد القومي للتغذيه، شكرا جزيلا لك.